الآن واعتمادا على ما تعلمناه للآن، إذا أردنا تسمية هذا الجزيء سنقول حسنا ما هي أطول سلسلة كربون هنا. حسنا، لدينا سلسلة من ذرتي كربون، وكل الروابط هي أحادية، إذا نحن نتعامل مع الإيثان. في الواقع سأكتب هذا مرة واحدة، ومن ثم لدينا على الكربون الأول نسمي هذا الكربون الأول، ونسمي هذا الكربون الثاني. لدينا البروم والفلور، إذا يمكن أن نسمي هذا واحد برومو. نضع البرومو قبل الفلور، لأن حرف بي يأتي قبل الإف. واحد برومو، واحد فلورو، ومن ثم إيثان. ومن ثم إيثان، لدينا سلسلة من ذرتي كربون كلها بروابط أحادية. هذا اسم الجزيء هنا، وهذا فقط كمراجعة للتسميات العضوية التي تناولناها في فيديوهات قمنا بها من قبل. والآن نعلم مباشرة اعتمادا على الفيديوهات القليلة السابقة أن هذا كربون كايرالي كايرال، وإذا أخذنا صورته في المرآة صورة طبق الأصل له، يمكن أن نحصل على إنانشيومر أو المتماثل من نفس الجزيء، أو أننا نقول أن كلاهما متماثل بعضهما البعض. إذا كيف تبدو صورة المرآة لواحد برومو واحد فلورو إيثان؟ حسنا، لدينا كربون هنا، أريد استخدام الألوان المناسبة. سيكون ما يزال لدينا البروم في الأعلى، سيكون لدينا مجموعة مثل هذه الموصولة مع الكربون التي تشير لاتجاه اليسار CH3. الفلور سيكون ما يزال خلف الكربون، والآن الهيدروجين ما يزال خارج مستوى الصفحة، لكن الآن سيشير إلى اليسار هذا الهيدروجين. الآن اعتمادا على التسمية، حتى الآن سنسمي هذا بواحد برومو واحد فلورو إيثان، وسنسمي أيضا هذا واحد برومو واحد فلورو إيثان، ولكن هذه في الأساس هي جزيئات مختلفة، بالرغم أن لديها نفس الذرات داخلها، لديهم نفس الصيغة الجزيئية، ولديهم نفس الروابط من حيث هذا الكربون موصول مع الهيدروجين الفلور والبروم، وهذا الكربون متصل مع نفس الأشياء، هذا الكربون متصل مع الكربون ثلاثة هيدروجينات، وكذلك هذه هي المتزامرات الفراغية. إذا هي متزامرات فراغية لديها صورة الأصل لبعضها البعض، إذن هي إنانشيومرز، وفي الواقع أنها تستقطب الضوء بشكل مختلف، وهي في الواقع غالبا ما يكون لها خصائص كيميائية مختلفة، سواء كيميائية أو حيوية. ويبدو أنه من غير الجيد أن يكون لديها نفس الأسماء. إذن سنركز في هذا الفيديو على كيفية التفريق بين هذين الاثنين. إذن كيف يمكن التفريق بين هذان الاثنان؟ نظام التسمية الذي سنستخدمه هنا هو يسمى قاعدة الأولويات كان إنجلد بريلوج، قاعدة أولويات كان إنجلد بريلوج، وهي طريقة للتفريق بين هذا الإنانشيومر والذي نسميه إنانشيومر بواحد برومو واحد فلورو إيثان، وبين هذا واحد برومو واحد فلورو إيثان، وهو شيء مباشر فعلا. الجزء الأصعب هو تصور تدوير الجزيئات بالطريقة الصحيحة لإيجاد الاتجاه، هل هو نوعا ما باتجاه اليد اليسرى أو باتجاه اليد اليمنى. سنتحدث عن هذا خطوة خطوة. إذا أول شيء نقوم به في قاعدة أولويات كان إنجلد بريلوك هو أولا تحديد الذرة الكايرالية. هنا هو واضح جدا، هو هذا الكربون هو وهو مترابط وهو مترابط حسنا سأركز على الجهة اليسار. أولا هو مترابط مع أربع مجموعات مختلفة، ومن ثم ما نريد عمله هو نريد تصنيف المجموعات حسب العدد الذري. لدينا هنا الجدول الدوري، لدينا البروم الهيدروجين الفلور، لدينا البروم والهيدروجين والفلور والكربون المرتبطة مباشرة إلى هذا الكربون، أي منها لديها أعلى عدد ذري. البروم هو هنا، سأستخدم لون غامق له، البروم 35، الفلور 9، ولدينا الكربون 6، ومن ثم الهيدروجين 1. إذن من كل هذه البروم هو الأكبر، سنسمي هذا العدد 1، ومن ثم بعد ذلك لدينا الفلور هذا رقم 2، والعدد 3 هو الكربون، ومن ثم الهيدروجين هو الأصغر، إذن هذا رقم 4.
إذا الآن بعد أن رقمناهم، الخطوة التالية هي لندير هذا الجزيء، المجموعة التي لديها أصغر عدد ذري موجودة باتجاه داخل الصفحة، وهي موجودة خلف الجزيء. الآن هذا الهيدروجين هو الأصغر من بين كل المجموعات، البروم هو الأكبر والهيدروجين هو الأصغر. إذا الآن نريد أن نديره إلى خلف الجزيء، والطريقة لرسمه الآن هكذا، إذا لتوجيهه إلى خلف الجزيء، أصعب جزء لتصوره بشكل صحيح هو هذا. تذكروا هذا الفلور هو خلف الصفحة مستوى الورقة، حسنا، وهذا باتجاهنا. نريد أن نلف، يمكن أن تتخيلوا أننا نقوم بتدوير الجزيء في هذا الاتجاه، لهذا لنرسمه من جديد، لنرسمه من جديد. لدينا الكربون هنا، والآن بما أننا قمنا بتدويره هكذا، فإننا قمنا بتدويره تقريبا 1/3 دائرة، وهو ما يساوي 120 درجة، إذا ثلث دائرة. الآن هذا الهيدروجين هو حيث كان الفلور، سأرسمه هنا. إذا هنا حيث يوجد الهيدروجين، الفلور الآن هو حيث مجموعة المثل. هنا هذه الخطوط النقطية تشير أننا خلف الصفحة، هذه تبين أننا بالمستوى. مجموعة المثل الآن هي مكان الهيدروجين، الآن هي تقفز للخارج، تصير لليسار وللخارج. إذا مجموعة المثل الآن هي تقفز للخارج من الصفحة، هكذا للخارج ولليسار، هنا حيث تتواجد مجموعة المثل. إذا كل ما قمنا به هو أننا قمنا بتدوير هذا المقدار 120 درجة، وسنرى فقط وراء هذا، وسرنا فقط وراء هذا. أول خطوة بعد أن حددنا الكربون الكيرالي، بعد أن صنفناهم حسب العدد الذري، هذا بالطبع البروم سيكون ما يزال في الأعلى. الآن حالما نضع أقل مجموعة بالعدد الذري في الخلف، عندها نريد أن ننظر إلى التصنيف من 1/3. لدينا 4 مجموعات هنا، فحصلنا على الأكبر وهو البروم رقم 1، ومن ثم رقم 2 هو الفلور، ومن ثم رقم 3 هو مجموعة المثل. هذا الكربون مترابط مع هذا الكربون، إذا رقمه 3. وفي قاعدة أولويات كان إنجولد بريلوج، سنفكر حرفيا ما الذي سيتطلبه منا الانتقال من رقم 1 إلى رقم 2 إلى رقم 3. وفي هذه الحالة سنسير في هذا الاتجاه، لننتقل من رقم 1 إلى رقم 2 إلى رقم 3، سنسير مع اتجاه عقارب الساعة. فقط نتجاهل الهيدروجين الآن لأنه يجلس في الخلف. هذه كانت الخطوة الأولى، تدوير الجزيء ووضع الهيدروجين في الخلف، من ثم الثلاثة الأكبر. سنقول أننا سنسير باتجاه من 1 إلى 2 إلى 3، في هذه الحالة نسير مع عقارب الساعة. وإذا سرنا مع عقارب الساعة، عندها نسمي هذا جزيء اليد اليمنى، أو نستخدم الكلمة اللاتينية والتي تعني اليمين، وهي ريكتاس. ريكتاس، وسنسمي هذا الجزيء هنا ليس فقط 1 R R اليمين ريكتاس، 1 برومو وواحد الفلورو إيثان، ليس فقط 1 برومو وواحد فلورو إيثان، بل R، نضع قبلها R. R جاءت من ريكتاس، R 1 برومو 1 فلورو إيثان. هذا هو هذا هنا. قد تعتقدون أن هذا يجب أن يكون بالعكس، هذا يجب أن يكون في اتجاه عكس عقارب الساعة، يمكن عمل هذا بسرعة. إذا نفس الفكرة، نعلم أن المجموعة الأكبر هنا البروم هو رقم 1، هذه المجموعة الأكبر من حيث العدد الذري، الفلور هو رقم 2، الكربون رقم 3، الهيدروجين رقم 4. ما أريد أعمله هو وضع الهيدروجين في الخلف. إذا ما سنقوم به هو القيام بتدويره للخلف حيث يتواجد الفلور. إذا إذا قمنا بإعادة رسم هذا الجزيء، هنا سيكون لدينا هذا هنا الكربون، ما يزال لدينا البروم على القمة، لكن الآن سنضع الهيدروجين في الخلف. إذا الهيدروجين الآن حيث كان الفلور من قبل، الهيدروجين هنا بهذا الشكل، مجموعة المثل هذه، هذا الكربون مع الهيدروجينات الثلاثة، سنقوم بتدويرها إلى حيث الهيدروجين كان موجود سابقا. حسنا، هي الآن ستكون خارج الصفحة لأننا ندور الجزيء في ذلك الاتجاه. إذا هذه مجموعة المثل هنا، ومن ثم هذا الفلور سنحركه حيث كانت مجموعة المثل. إذا هذا الفلور سيكون هنا، سيكون هنا. والآن باستخدام قاعدة أولويات كان إنجلد بريلوج، هذا رقم 1 وهذا رقم 2 من حيث العدد الذري، وهذا رقم 3. نسير من رقم 1 إلى رقم 2 إلى 3، نسير في هذا الاتجاه، نسير باتجاه عكس عقارب الساعة، كاونتر كلوك، أو نسير لليسار ونستخدم الكلمة اللاتينية.
لهذا وهي سينستر وتعني الأيسر، تأتي من الكلمة اللاتينية المرادفة لكلمة الأيسر. إذا سينستر تعني الأيسر وريكتاس تعني الأيمن. لا أعلم لما تم استخدام كلمة سينستر في اللغة الشائعة، لكن الآن لدينا هذا الجانب الأيسر من الجزيء. إذا سنسمي هذه النسخة هذا الإنانشيومر، الإنانشيومر سنسميه واحد برومو واحد فلورو إيثان إس، واحد برومو واحد فلورو إيثان، أو يسار أو عكس عقارب الساعة إس سينستر، إس واحد برومو واحد فلورو إيثان. إذا الآن يمكن أن نفرق بين التسميات، نعلم أن هذه تكوينات مختلفة، وعلى هذا تدلنا اس وار، بحيث اذا كان يجب ان نسير من هنا الى هنا يجب ان نفصل ونعيد الروابط مع المجموعات المختلفه، يجب عمليا كسر الروابط، يجب عمليا ان مجموعتان من هذه المجموعات بطريقه ما حتى نصل من هذا الانشيمر الى الانشيمر هذا، حيث في الواقع هم تكوينات مختلفه والاساس هم جزيئات مختلفه، الايزومرات الفراغيه انشيمر او اي شيء تريدون تسميتهم به.